ليه البطاطا دي مش بتنزل في السوق المحلي؟ خطيره. اكيد طبعا، ده بيعتمد على الكونسيومر بيهافير. الكونسيومر بيهافير متعود عندنا في مصر على الفريش برودكتس. طبعا لما بتيجي تقدم له سيرفيس تانية كاند فودز، هو مش واخد على دوت، فبيبقى فيه شويه خطوات لازم تعملها. زي ياخدنا بقى الفكرة القديمة بتاعت زمان، اللبن والتتراباك واللبان. نفس القصة، الكونسيومر بيهيفير دلوقتي نوعا ما بدأ يتغير وبدأ يتشكل مع ضغط الشغل والوظائف والكلام ده كله، فبدأت الناس تلجأ إلى المعلبات والأغذية الجاهزة. فدي من الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نقدر ننزل. وانا رايي تبدا بالبطاطا، يعني ممكن الفاكهه ماشي، هبقى معاك في فكره ان الناس لسه مش مستوعبه فكره الفاكهه المعلبه، ان هم ممكن يبقوا عايزينها فريش اكتر، بس فكره البطاطا دي انا رايي تبدا بيها. ومع الوقت هبقى انا محتاج مثلا لو انا عايز اكل مانجا في الوقت اللي هو مش موجوده في السوق، هروح للمانجا بتاعتك اكيد. طيب اول كونتينر كان امتى وفين، واخر كونتينر كان امتى وفين؟ اول كونتينر كان شهر 9، كان التشيك ريبوبليك. آخر كونتينر كان الأسبوع اللي فات، وكان أمريكا. إحنا بنصدر لدول الاتحاد الأوروبي وبنصدر لأمريكا، مينلي طبعاً دول الاتحاد الأوروبي، دول زي ألمانيا، بولندا، هولندا، التشيك، مجموعة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.